مش قبل اي فما قاعد احط طرموس. هذا اكثر شيء اللي مكياجي وايد سريع يخلص. اوكي بس شنو راح اسوي؟ امس لما كنت قاعد اصور كنت قاعد احس عيني فاهيه، بحط عليهم مسكرة لاني انا حطيتهم خفاف. الحين بنات والله البشرة نظرة، يعني لما اقعد بنوم بشرتي نظرة. السبة القسول مال امس وايد حلو، يعطيك نظارة خيال، بالذات لما تحط غسلين فيه بالليل وايد حلو. الصبح غسلي باي غسول انت تحبين عادي، بس انه بالليل خليه اهوى. الحين راح استخدم هذا الفونديشن من فلاي اب، هذا الترا هاي ديفينيشن. هذا فونديشن بس بنفس الوقت فيه ترطيب، فيه حمايه، فيه هايلورونيك اسيد، فيه تعرفون اللي يساعد انه يسوي طبقه بين البشره، في هذه الماده اللي تسوي طبقه ما بين البشره وما بين الميك اب. لو تحطينه كل يوم بشرتك ما راح تنظر، انسي ان بشرتك تتعب، بشرتك تخترب او انها تحبب. فول كفر حق فونديشن طول اليوم، تبين نفس التغطيه، تبين تغطيه فلتر، ما تبين تغطيه فونديشن عادي. ابي اوكي فونديشن بس بنفس الوقت ابي اطبي ما يؤذي بشرتي، ابي فول كفر يخرع، وابي ثابت حيل. اوكي فهذا هو، هذا مع بودرته. يعني تدرون هم لو يسوون مره واحده كونسيلر من كثر ما هم وايد شاطرين باختيار الكومبينيشن فيه، يسمونها كومبينيشن، ماش يسمونها يعني التركيبة، ماش يسمونها هذا. كذي طعوا الكبر ماله بنات، فل الكبر بدون ما تحسين انه هو ثقيل او يغمط بشرتك. اللي نفس لوني تاخذ نفس درجتي، او اللي اغمج، او اللي اغمج مني بدرجة نفسي بعد، لان هذه جايه على صفار مصفره، مو جايه على رمادي او على بيج اللي تقلب. شو تكره الكبر مالش حالتها. شوفوا ما يبين انه هو فول طعو، انه فول كفر، انه طبقه ثقيله، هذا ما قاعد يبين. اوكي عقب بحط كونسيلر لان الفونديشن عندي فول كفر، فما يحتاج اخلي الكونسيلر ثكي. فمات اي كونسيلر عندك ميديوم كفر راح يؤدي بالنتيجه، راح يؤدي بالغرض. سوري احط فانيلا من تو فيست. طبعا هذا الكريم، هذا اي بنت تبي فونديشن يومي فول كفر وفيها اثار، فيها مشاكل بالبشره يغطي لها، وبنفس الوقت ما يضر بشرتها تستخدمه، راح تين علي متأكدة مليون بالأمية. لو تلاحظون ما قاعد أحط هني شيء، لأنه بعتمد على لون جفني الطبيعي بال شنو شادو، ما أبي أحط شادو صراحة ما عندي وقت. خل أقول لكم سالفة حارتني. الحين بحط بوس باودر لورا مارسيل تحت عيني. اوكي هالشكل،
الرجل راح احط هذه الباودر، نفس باودر الفونديشن. البودرة بنات كلها معادن، تعرفون يعني شنو معادن؟ يعني انسي انه بشرتك تخترب، بشرتك تحبب، تنقمت مظهر. شوفوا شوف شلون قاعد احطها، قاعد ادخل وهي ابيكم تشوفون المنتج. انسوا ان هي تخطط تعطيك لوك الغبار، كلش ما تعطي هذا المنظر. هذا بصراحه اللي مخليني حيل احبها. بس انا ليش ما احطها تحت عيني؟ لسبب واحد، مو لانها مو حلوه، لا لانها ما فيها تنوير. هذه حق كامل الوجه خيال، عادي ضبطي تحت عين تسوي بيكنج فيها مع مايبر. اوكي اشتو حط اطر حتان، بس والله كل من سأل عنه حتان موجود شي علبة مربعة. المهم اي خيال الحين، اي الحين بلاشر ماسكة فرشة ثانية. اوكي الحين بلاشر هذا، بسم الله، من افكت. هذا انا وايد احبه بشكل يومي. شوفوا اصلا قاعد احط وايد عشان يطلع زيادة. هو من البلاشرات اللي راح تحسين انه بس تعطيك كذي ذرابة حق الوجه بدون ما انه تحسين لونه ثقيل او مليق. وايد راح تحبونه، مو واحد بالأمية متأكدة. الله ريحته اقدر قاعد احبه اليوم بالأمية. الحين تحت عيني بستخدم هذا البلت من بيز، هذا أمس دورته لقيته في أوزون. بس راح أحط كذي. فرشة كبيرة هني يدوبك، تعرفون حتى بدون ما أحط أي بيز على الشادو، أقصد أي كونسيلر على العين. شوف كذي إيش حلاوته صار. هني يبي لنا نقطة تضبيط تحت عيني هني. شذي نقطة آيلاينر هني. الحين أتعطر معاكم من زمان عن هذه الفقرة، صح؟ أول شي بحط هذا المسك مال هتان. تدرون شوفوا هما لو مو عاجبيني انا ما جبتهم ولا شي، حاطته بجنطتي
مو عاجبني. أول شيء بحط المسك، طبعا هذا المسك ماله أثبت مسك يمر عليكم عادي 6-7 ساعات تشمين ريحته. أوكي كذي، أوكي شوي عقب كله ورا بعض الواتسابات. الحين راح أحط هذا عطرة. بنات هذا العطر مو مميز، لا تحطين معاه ولا شيء ولا أي عطر. هذا اللي عطر مميز بروحه، ما ينخلط بروحه، بروحه حطيه. شوفوا ريحته وايد حلوة، ما حد راح يشمك من بعيد. لما أحد يقرب منك راح يشم ريحتك، أو لما أنت تقربين عند أحد. مكوناته وايد حلوة، في برغموت، في مسك التونيكا، في فانيلا، في ورد دمشقي. ما تدرين المكس ما بين العطر وهذه المكونات شلون خيال. أنا أتبع في أتبع، يعني صدق ثابت. شوفوا حتان أنا دائما أمدح لكم هذا العطر منه بكل شغلة، العطر والمسك. زين ليش؟ لسبب واحد. أول شيء ريحتهم مختلفة، وايد 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 ثابتين على الملابس. العطر ثابت على الملابس، ثابت على الحجاب، المسك حيل ثابت على الجسم. والله العظيم بنات ما قاعد ببالغ، ثابت 6-7 ساعات. انتي هو ثابت المسك، انتو متخيلين ان مسك 6-7 ساعات حيل ثابت. وريحته نظافة، مو ريحة نظافة صابون، لا ريحة شي فرش، ريحة تحسين شي وحدة تمر يمك ريحتها نظيفة، مو ريحة شي مليق. هذا المكس ما بين المسك والعطر. العطر فيه ثقل، طقة ثقل، بس مو ثقل مليق، لا ثقل اللي يثبت لك العطر. يعني مو عطر خفيف وبسرعة تحطينه وكل شوي لازم ترشرشين، لا فيه ثقل اللي شوية تحسينه كذي مختلف مختلف، وايد مختلف. هذا العطر مع المسك بالنسبة لي ممتازين حيل. طبعا خليني اقول لكم شغله، ترى عليهم عارض العطر